أيضا هذا الثلاثاء تلتقي وزيرة التربية نوريا بن غبريت بنقابات القطاع من أجل الفصل في بنود وثيقة أخلاقية المهنة. هذه الوثيقة التي من شأنها أن تثير فتنة في المنظومة التربوية، بن غبريت في غنى عنها أو بالأحرى ارتداداتها من شأنها أن تقطع شعرة معاوية، شعرة الاستقرار التي افتكتها بن غبريت خلال الأشهر القليلة الماضية. فهل ستجد بن غبريت نفسها أمام ألغام الاحتياجات والإضرابات وسيدفع أكثر من 8 ملايين تلميذ الضريبة برهن الأجواء العادية لامتحانات الفصل الأول؟ المشروع المقدم من طرفنا متعلق بأخلاقيات المهنة، مهنة التدريس. أما المشروع الذي قدم لنا من طرف الوزارة هو بمثابة عقد اجتماعي، يتكلم عن الإضراب، يتكلم عن الاستقرار في المؤسسة التربوية، يتكلم عن كل الشركاء الفاعلين في القطاع، وهذا ليس بميثاق أخلاقيات مهنة تربوية. وعلى كل حال ميثاق أصبح كقانون وليس ميثاق. أولياء تلاميذ يرون في خرجات نقابات القطاع مناورة الغرض منها إبقاء الصراع في الهوامش لضمان استمرارية الدروس الخصوصية. وذهب أحمد خالد بعيدا عندما أشاد بمسودة بن غبريت التي من شأنها أن تنتشر المدرسة الجزائرية من مستنقع العنف والدروس الخصوصية. مع مضمون الوثيقة التي تسلمناها وزارة التربية الوطنية إلى كل الحقوق وكل الواجبات التلميذ الجزائري لإنقاذه، أمتها منعتها الدروس الخصوصية، منعتها هذه الوثيقة، والعنف في الوسط التربوي منعته بصريح العبارة. فهل ستواصل بن غبريت ضرب المصالحة مع شركائها وتتمكن من تمرير بنود ميثاق أخلاقيات المهنة؟ والأهم، هل ستقضي المنظومة التربوية في الجزائر على ورم اسمه الدروس الخصوصية على الأقل حتى تلزم الأساتذة على احترام حرمة الوفاء لضمير التدريس وتوفر في المقابل على أرباب الأسر تكاليف هذه الدروس التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى فرض بعدما كانت برستيج؟